صبحكم بالخير. بدنا نحكي اليوم عن هالعقد بين الصين وإيران ولوين بدنا نوصل. بالأول تحية إلى دولة إسرائيل، تحية إلى هالدولة المهمة، تحية إلى القادة اللي بنيوها بهالشكل هذا المهم، تحية إلى كل الوطنيين والأحرار اللي مثقفين عندن عقل عن يشتغل مش عقل مريض. إن نفوت تحت المظلة الحلف العسكري السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع دولة إسرائيل بالمنطقة، لأنه الحرب جاي حرب دورية كتير. ليش؟ رح أشرح لكن هي. أولاً بريد كان أنت تسمعوا كتير منيح. كل كان قريته عن العقد بين الصين وبين دولة إيران، بين النظام الإرهابي بإيران، مش الدولة. نظام هذا نظام إرهابي، مثل مادارو بفنزويلا، مثل حزب الله بلبنان، مثل الحشد الشعبي والحوثيين بالعراق والحوثيين باليمن، مثل ميشيل عون وحزب الله وحسن نصر الله بلبنان. هيدي أنظمة إرهابية بتسرق شعوبها بتفقر شعوبها، هني بياخدوا الدولارات وبيحطوهم برا. طيب بس وين برا؟ برا أو بالتراست فوند أو بأرقام سرية. إذا ما أنا بإيدهم خلونا نكفي. إيران لما بتوقع هالعرض مع الصين يعني عم بتوقع العرض ب 400 مليار دولار. 400 مليار دولار ما بيعني شيء للصينيين، انني سقطوا تجارتهم وبضاعتهم تفوت على دول السبعة الصناعية محل ما في الميل. اذا ما انا مستعدين بيلعبوا سياسي بهدوء وبرواق الصينيين، بس ما ننأزلام لحدا حتى يقتلوا شعوبهم كرمال نظام الإرهابي بإيران وأحلامه المريضة بأمبراطورية كبيرة ما بتكون إلا الأمبراطورية برأي هني، مثل ما قال لفراس ابن مصطفى طليس الرجل العاقل أنذاك، بيسموه العاقل علي خامنائي. هلأ صور مجنون ضويع بهيك العاقل. قال له أوروبا مريضة والصين مريضة، خطيورية صورة، ما في إلا نحن والأمريكي منكون بوج بعضنا، نحن الفتيين. طيب الحرب اللي جاية واضحة أنه الإيرانيين بدهم يكفوا، ما فيهن يرجعوا لورا. بالتكتيك ما عرفوا لعبوة، يعني الإيرانيين لما اخذوا القرار بدعم بشار الأسد مخطئ أو صح؟ هني كانوا مخطئين، ما بدأ شيء. خدوا سوريا كلها لألكن، ليش عم تتعبوا عم بتتعبوا حيلكن بسوريا؟ خدوها كلها سوريا وكل الناس لح يعملوا شيء عبشيلوا نظام بيت الأسد. ما عرفتوا لعبتوه. هلو ما في شك جاي الحرب بدني يكفوا. إذن أنتوا اللبنانيين اللي موجودين تحت مظلة الإرهاب يلي اسمه إرهاب حسن نصر الله، انتو موجودين بها تحت هالمظلة. المفاتيح تبعكم بتسموه باك، بتسموه جنرال، سموه البتكنية، اخدوا الدولارات هني وعيالون وحطوهم بره، مثل ما قلنا بتراست فون او بحسابات سرية بتنا، لانه كميات كبيرة. وانتو حطوكم بالليرة اللبنانية، يعني انتو لسحتوا المبرود، ما انتبهتوا للدم على لسانكم، عم تلسحوا المبرود وعم بتحفوا. تيقدروا يسرقوا الدولارات تسقط العملة. انتي حطوك بمليون وخمسمائة ألف، شو حق اليوم؟ وما في شي بيوقف الدولار عن الخمسين والمائة ألف ليرة والمائة وخمسين ألف ليرة، ما في شي بيوقفه، خصوصا الحرب اللي قادمة اللي مقررتها إيران. إذا انتي علقون. بلبنان
انتو علفوكن، علفو المفاتيح تبعكن، والمفاتيح تبعكن علفوكن، حطوكن بوظايف، عم تاخدوا بالليرة اللبنانية على 1500، مرتاحين سيفرتا، لبستوا قمصان، جبتوا سيارات حلوة بتقعدوا هيك على كتفكم. هذا صحيح، بس هزوا المنخول، بكن تروحوا على القتال، بدن يجندوكم لحجاية، اعلفناكم، تفضلوا إذا بتريدوا قطلة. مين بده يتحمل هالخسارات كلها؟ المفتاح ما فيه يهرب، بيقتلوه وعائلته، كان اسمه ميشيل عون والكان اسمه غير شيء، بيصفوه هو وعائلته، صفوا أهم منه بكتير بإيران، وما بينزلوا جندي واحد الإيرانيين، بيحطوا خبرة يدرسوكم كيف بدكم تقتلوا، وانتو بتروحوا على الدم وعلى القطر. هذا اللي جاي، ضل يضحك ميشيل عون، تأمن أولاده وأمن حاله بالمال واخد مركز، وما بده أكتر من هيك. يعني ميشيل عون ما بقى يطلب أكتر من هيك، المال اخدوا لبره ونزلوا هولند تافي، نزلوا الفرنسويين تافيين كتير، بقنين تنبيد بتشتريهم، بقنين تنبيد فيكن تشتروهم. فنزلوا بالشانزليزيه كأنه شار دوغول، والغارد ريبوبليكن بالخيل ماشي قدامه، هذا اللي بده اياه ميشيل عون. بس هلو ما فرقه معه، جبران بيسيل مكموش، اذا مات ميشيل عون بده يموت بكير، بده يموت مهما حاول انه ما رح يقدر يموت، بده يموت. وبعدين بيحمل حاله جبران بيسيل، بده ينزلكم عالدبح. انتو كل اللي عينوك النواب ووزراء وغنيوك من المال العام، انتو بكن تنزلوا هالناس اللي ربطوها فيكم بالليرة اللبنانية، وهيدي الكارثة القادمة اللي جاية. ما بيرجعوا الإيرانيين الورا، يعني الـ400 مليار من الصين، يعني إذا بتطلعوا على 20-25 سنة، يعني 16 مليار بالسنة، ليكوا وين وصلوا حالهم، ما بدو شيء. يعني دينك، حطيت لكم إياها بالإنجليزي وبالعربي، دينك اللي صنع الصين ورفعه ورفع الفقر ورفع كل شيء من خلال الصناعة، ننتج ونبيع، نصنع ونبيع. حسن نصر الله لا، في كتير مثله بهالدنيا، مش واحدة، مريضين بالبرودة وبالرشاش، هالتركيبات هيدا ونزلوا فيه بالآخر واضحة مثل الشمس. حسن نصر الله والإيرانيين بتوجيه الإيرانيين بدن يضبط بوكن انتو وليتكن، وبدن المصريات بدن يحتاجوا لمال بالحرب، ميزانية لبنان ما بقى فيها شيء، يعني كل ليرة لبناني مطبوعة، اش بكن تطبعوا؟ عم تطبعوا ورق ما ألا قيمة، ما ألا قيمة ولا شيء، ورق هيدا انتو اللي عم تطبعوا، هيدا منو مصريات، منو مغطى بشي، ما بينصرف محال. وهيدي هي هالحرب اللي جاي بدها تكفي فيها إيران، وبكن تدفعوا هالتمن الكبير، نعمتوا بالأول على 1500 ويعينوكن هيك مليون و500 ألف يعينوكن بالشهر، صرت أنت كأنك جولدمان ساكس، مرت بالشور الأسد، حطوها بالجي بي مورغان، بنت هيك حلوة زقزوقه، أني روح يجيب العرب زباين، خديهن على العشاء، خديهن على الغدا هيك، فرجيهن يتفرجوا على بنت حلوة هيك وكذا، وتخليهن يشعروا انه بيقدروا يحطوا ايدن على جسدك. طبعا لا، ولكن خليهن يشعروا. صورت هي العقل المالي الكبير اللي بدها تحكم في سوريا. تحية الى شعبنا بسوريا، تحية الى الشعب الكبير المهم اللي هالتضحيات العملة على صورة ومسار السيد المسيح من أجل الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان. نعم،
ما بدي ضل أقول تحية لدولة إسرائيل، تعرفوه، روحوا كسدروا وشو وتفرجوا علي. لذلك معترين أنت ميلكم المافيا العقلية بالدول اللي عندها عقل ومؤسسات، ما حتخليك أنت تاخدوا هالميل. والمافيا تعرفوا المافيا كيف، في كوريسبوندنس، المافيا كلهم كوريسبوندنس بين بعضهم، بينفذوا وين ما كان. بدن يجيبوا، بدن ياخذوا ميل منكم، ما في مجال ابدا، بدن يلحقوكم. ومشان يقهروك المزبوط بدن يضربوا اللي بتحبوه، يعني يشق، مش يقتلوا بالرصاصه، يشقفوا تشقيف، مثل ما نظام الاسد ونظام صدام كانوا يعملوا بالناس بالسجناء، ومثل المعمر القذافي نفس الشيء. المافيا ساعتها تيحمي عائلته مجبور يدفع، بكن تدفعه، في مجال أبدا، الوضع كان صعب كتير. انتو منكن شايفين أسمى صورت بتحكي كأن مديرة، مش روح يجوب الزبون العرب، لأنه ليه فيها تجيب زبون ديفيد سميث وليه فيها تجيب رولان زافيه، بدها تجيب هالعرب. كل عرب شو بدون؟ وحدي حلوة هيك عطولة زقزوقه، والجي بي مورغان أنا زيك بيعطيها بادجت إنه تصرف، بس بدك تجيبي الزبون العربي. خلصت حيلي بعجيبي، لقيت هالبهلول اسمه بشار الأسد وعم تتمرجل عليه وعصو إنه هي عقل مالي كبير. ليش أنت كنتي تعملي مانجمنت بالبنك؟ شغلتك جيبي الزبون. بأمركم قلت لكم اللي بدي أقوله، وضع كان صعب كتير أكتر ما أنتم بتصورين. إيران بدها تكفي الحرب شو ما صار يصير، ما فيها ترجع على الورا. النظام الإرهابي بإيران بده يكفي الحرب، بالآخر بدها تحصل حرب داخلية بين بعضهم، بصير حرب أهلية بإيران كمان. رح يجي، أهلا وسهلا فيكم، قلت لكم اللي انتو صرتوا عارفينه اكتر من غيركم.